كونه جزء من البلاد الحركة الشعبية. طبعا معروف أنه مجلس الأمن مجلس يتعامل مع الدول. صحيح. الدولة الآن موجودة هي دولة السودان، يمثلها المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، وهنالك حكومة مركزية يشترك فيها الجميع. ينبغي إن كانت هنالك دعوة أن توجه الدعوة لهذه الحكومة لمناقشة الأمور المتصلة بكل الشأن السوداني. فكونه يستفرد بعض القوى أو تستفرد بعض الجهات السودانية وتدعى إلى هذه المنابر الدولية التي تمثل فيها الدول، هذه مسألة غريبة جدا ومسألة غير طبيعية. ولكن هذه ليست هي المسألة الوحيدة التي يعني تتحدث عن أن هنالك ثمة اتجاه ملتبس أو مريب تجاه السودان. هنالك تحريك الدعوة، دعوة المحكمة الجنائية الدولية في هذه الظروف مثلا. الآن يتحدثون عن أنهم يذهبون إلى مجلس الأمن القادم الموضوع لكي يصيروا هذه القضية في مجلس يعني الأمن، لكي يتخذ مجلس الأمن إجراءات ضد السودان. بما يتعلق بالحركة هذه واحدة الشعبية يا أخي. بما يتعلق بالحركة الشعبية، هل من تعليمات واضحة من قبل الحكومة السودانية، من الخارجية السودانية للسفير عبد الحليم في نيويورك للتعامل لتطويق هكذا مخالفة على مستوى القانون الدولي حتى؟ هذه سوف نأتيها يعني أخيرا، ولكن يعني أنا كما قلت ولأستكمل إنه هنالك كذلك الضغوط الآن التي لا زالت مستمرة تجاه السودان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقع السودان اتفاقية السلام، اتفاقية نيفاشا، كانت هنالك وعود برفع كل المقاطعات وكل الضغوط تجاه السودان، سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية أو سياسية أو غيرها من ضغوط. ولكن للأسف الشديد هذه الضغوط، وجود مثلا السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها وغيرها، كلها مؤشرة على أن هنالك عمل ما، عمل ملتبس، عمل مريب، عمل يعني بغير ما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقعت اتفاقية السلام. كذلك هنالك يا أخي الزيارة الأخيرة للنائب الرئيس الأمريكي إلى نيروبي، عندما استدعى النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير لمقابلته في نيروبي، فبدل أن يتحدثوا عن المسألة التي نتفق عليها جميعا أنه لابد أن يكون يجرى الاستفتاء في مواعيده، ولا بد أن يكون هذا الاستفتاء شفاف، ولا بد أن يكون هذا الاستفتاء حر، ولا بد أن يكون هذا الاستفتاء نزيه، بدل التركيز على هذه النقاط الأساسية التي نؤمن بها جميعا ونعمل لها جميعا، كان الحديث وعود من قبل الإدارة الأمريكية ممثلة في نائب الرئيس الأمريكي بأن الدولة الوليدة، كأنهم يعني افترضوا جدلا أن هنالك دولة سوف تولد وأن هذه الدولة تحتاج إلى دعم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقف بجانب هذه الدعوة أو هذه الدولة. هذه الدولة إذا كان حتى التزامات الولايات المتحدة تجاه الجنوب وتجاه السودان لم ينفذ. يعني اتفاقية السلام عندما وقعت كانت هنالك التزامات من قبل المانحين، وعلى رأس المانحين كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لجعل الوحدة جاذبة لتنمية جنوب السودان. كانت هنالك التزامات بمنح محددة معينة للجنوب السودان بل لكل السودان، لم ينفذ أي قدر من قبل هذه الدول ومن قبل هؤلاء المانحين تجاه السودان. لم ينفذ أي التزام. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر تشكل حقيقة خلفية لما يدور الآن، ويجعلنا يعني نشعر بقدر من الريبة وقدر من الالتباس تجاه مواقف هذه الدول أو هذه القوى بشأن أو بصدد وحدة السودان. دكتور ميخائيل، يعني هناك من يقول أن تحرك جو بايدن واستدعاءه لسيلفا كير إلى نيروبي والحديث عن ضرورة البدء بمحادثات حول الحدود، تقاسم الإيرادات، كل هذه الأمور بمثابة تحريض واضح من قبل الإدارة الأمريكية في الداخل السوداني، تدخل في الشأن الداخلي السوداني، وبالتالي يمكن أن تؤسس إلى مرحلة مضطربة حقيقة على الأرض، على عكس التصريحات التي تقول بها الإدارة الأمريكية. هل هذا صحيح برأيك؟ ممكن إلى حد كبير، خصوصا أن أمريكا يعني بسبب الموقف حاليا، صحيح أمريكا ما تاخذش موقف، بس المؤشرات بتذكر أن احتمال استقلال الجنوب
امر واقع. هو طبعا يعني جو بايدن كنائب رئيس توجه، لكن هناك نقطه هامه الا وهي غياب اوباما. اوباما حتى في ازمه الشرق الاوسط لم يوبخ نتنياهو مباشره، كل اللي عمل ان هو يعني يصدر هيلاري كلينتون وزيرة الداخلية في مواجهه مع اسرائيل. فلما جاء الموقف مع السودان ايضا اوباما انسحب، هو الرئيس الغائب في قضايا الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه، جو بايدن هو اللي تحدث. دي يعني يمكن قضايا خاصه بالشكليه. اما عن الجوهر فممكن القول ان امريكا تحاول اعطاء قوه دفع لحركه الاستقلال، لكن ايضا على واشنطن ان تكون حريصه الا يؤدي هذا الى الاخلال بعمليه الاستفتاء، ايضا الا يعني لا تتباعد المواقف بحيث يكون قيام كيان جديد في السودان امر يؤدي الى حرب اهليه قد تهدد او يعني تؤدي الى ازمه اقليميه، لان الموقف في السودان حيؤثر على الموقف في كينيا، حيؤثر على الموقف في اثيوبيا، حيؤثر على الموقف اريتريا، حيؤثر على موقف مصر. فقد تكون يعني دوامه من المشاكل على امريكا ان تواجهها ولا نعرف مدى عقبها عواقبها. دكتور ميخائيل، وأنت أستاذ العلوم السياسية، هل تعتقد من وجهة النظر الأكاديمية إن صح التعبير، هل يمكن لشخصية مثل بجان أموم أو غيره، يعني أمين عام حركة شعبية لتحرير السودان أو حتى سيد بكير نائب رئيس الدولة، أن يذهب إلى مجلس الأمن ويلقي خطاب في المجلس ويجلس على مقاعد مجلس الأمن؟ يعني ونحن لا نتحدث هنا عن حركات استقلالية أو حركات مقاومة، هي جزء من التشكيل السياسي الدستوري للدولة. لا لا، كانت يعني مبكرة، يعني حتى أثناء الخمسينيات والستينيات أثناء حركات التحرير لم توجه الدعاوي إلى رؤساء حركات الاستقلال المخبط المجتمع الدولي، فلعلها كانت خطوة سابقة لأول. دستوريا او على مستوى القانون الدولي هل تصح؟ لا اعتقد، لان يعني لو حتى خاطب المجتمع الدولي سواء مجلس الامن او الجمعيه العامه يجب التفكير ان هي ليس ممثل دوله، هو يتحدث عن منظمه سياسيه تسعى للاستقلال، وهذا طبعا هناك فرق كبير. عظيم. سعاده السفير، استمعت الى هذه النقطه، نقطه انه لا يحق لغير الدول مخاطبة المؤسسات الدولية ومجلس الأمن. في هذه الحالة إذا أراد بجان أموم التحدث أمام مجلس الأمن، ماذا سيفعل السفير عبد الحليم؟ هل هناك تعليمات واضحة لإعمال أحكام القانون الدولي في هذه المرة؟ يا أخي، أنا لا يمكنني أن أبني السياسة على افتراضات أو على